السلام عليكم. هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقه جديده، كن اسطوره. قبل ما ابتدي اضغط لايك، اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات. نروح مباشره ونشوف جدولنا لحلقه اليوم. اوب، عند مباراه بايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا، مباراه الاياب بعد ما تعادلنا على ملعبنا 1-1، هسه على ملعب البافاري. يوم نخلص ان شاء الله دوري يا شباب، واعتقد نسوي مباريات سكيب كثيره، يعني اي فريق جو المركز 15 نسوي له سكيب، ممكن نخلص الموسم هذا. بس اكيد ما نريد نطلع من دوري ابطال اوروبا. احنا حاليا بالمركز الثالث 69 نقطة، اليوم بالمركز الأول، باقي تقريبا 5 أو 6 جولات، فالأمر صعب علينا نوعا ما. هذا التدريب اللي جاي اعتمد عليه مهارة الرئيس، راح اكتسبها اليوم بإذن الله إذا لعبنا أكثر من شهر، يعني 5 أسابيع تقريبا نكتسب المهارة. أنا هداف الدوري وإيكاردي وياي بعد، فأنا أيضا هداف الأبطال، بس احنا نريد نتأهل بالأبطال مو بس أكون هداف. مباشرة الملعب البافاري، المباراة يا شباب هذه لازم نفوز بها إن شاء الله، ولازم نسجل، يعني إذا عبرنا البايرن أتوقع احتمال كبير ناخذ البطولة. يلا إيكاردي، هي مصطفى إيكاردي، جول بعدي بعدي بعدي، لا لا لا، خلاص هذه جول، هذه جول، هذه جول، خلاص خلاص، يمتى أسجل؟ يلا إيكاردي، هي مصطفى، خلاص 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 يا عمري، جول يا حبيبي، خلاص هدف اول، 1-0 على البافاري. نريد نصعد يا شباب، خلينا نحافظ على هذا الهدف. تمريره من ايكاردي مباشره من مصطفى، الكره بالشباك، بس ان شاء الله ما يجي علينا جول. مرت، خلاص 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 خلاص، خلص يا مصطفى، خلص يا مصطفى. ليش العارضه؟ ليش مسوي لك انا؟ ليش؟ اعطيني اعطيني اعطيني، خلاص لا خلاص، تأهلنا يا شباب. هدف واحد سجلت بس بدوري ابطال اوروبا يا شباب، شيء اسطوري، انا الافضل بالمباراه اكيد. هذه نتائج باقي المباريات. ليل تأهلوا على حساب، شنو هذا ليل جاي يسوي؟ ليل السيتي فازوا على يوفنتوس، وبنفيكا ايضا تأهلوا. ليل ما دام تأهلوا خلاص راح يخسرون الدوري يا شباب، واعتقد راح ناخذ المركز الثاني، راح يركزون على الابطال، بس ان شاء الله ما نلتقيهم دوري ابطال اوروبا. 44 مباراه، 33 هدف، 16 اسيست هذا الموسم. اوب، هسه مباراتنا ضد ليل بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بنفيكا راح تواجه مانشستر سيتي، اكبر فرصه للبي اس جي ياخذون دوري الابطال في هذا الموسم يا شباب. سبب يعني المنافسين مو بذيك القوه، حتى مانشستر سيتي ترى ولا مره ماخذ البطوله، ممكن ناخذ البطوله ممكن. انت مركز 17 سكيب، تولوز 13 ايضا سكيب، نلعب مباراه ليل، فزنا 2-0 على لورين، نبقى بالمركز الثالث والفارق يبقى 7 نقاط على ليون المتصدر، ممكن نغلب ليل ان شاء الله، ممكن نصير مركز ثاني. تولوز تعادلنا، لا هذه هي الصدمه، ليل فازوا توسع الفارق، صار الفارق 9 نقاط على اولمبيك ليون، خلاص الدوري ما اتوقع راح ناخذه. هسه المباراه المهمه، مباراتنا ضد ليل راح نبذل بيها كل جهدنا يا شباب. اوب، انا جاهز فل، دور ربع نهائي او نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، يلا اذا فزنا راح نوصل نهائي، ممكن نواجه مانشستر سيتي او بنفيكا عادي ما يهمني، بس اتوقع مانشستر سيتي. مصطفى ارجوك، هذه جول، هذه جول، هذه جول، ها ما جاي تجي، هيا يلا ايكاردي، يلا ايكاردي، هذا اسيست، هذا اسيست يا عمري، يا سلام. 1-0 على ملعبهم وامام جمهورهم، شوف الاسيست، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ينحسب الي، ينحسب الي الاسيست، حلوه. يلا 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 مصطفى، خلص 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 خلص، نصف النهائي خلص. وش ضيعت؟ ليش؟ شلون تضيع هذه الكره؟ لا يا ليش؟ 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 مصطفى هذه ما تضيع، 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 يا سلام. خلاص قتلنا ليل، ضربنا ليل يا حبيبي بالضربة القاضية، يا ولد يا ولد يا ولد، الهجمة المرتدة وقتل المباراة، كان ممكن 3 هسه النتيجة، بس انا ضيعت انفرادة. يلا نيمار، يلا نيمار، خلص 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 خلص، با 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 با، الله 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 يا نيمار، انتهت الحكاية، انتهت القصة من الذهاب 3-0 على ملعبهم. كنت انا مرر تمريرة حلوة من البداية يا شباب، بالمونتاج راح اخليكم التمريرة، شوف اللعبة يا ولد. صافرة الحكم، نهاية المباراة، انهيار ليل رسميا في نصف النهائي. بنفيكا تعادلوا ويا مانشستر سيتي بملعب بنفيكا، يعني كل شيء
وارد يا شباب. طاقتي صارت 79 يا حبيبي، والله اللاعب راح ينفجر. 89 مباريات الدوري سكيب، لان الدوري خلاص مستحيل ناخذه. فزنا 1-0، ليون خسروا وليل فازوا، الفارق يتقلى 6 نقاط. والله احتمال يخلص الموسم طاقتي 90، احتمال يا شباب. اكو واحد عندكم قال لي مصطفى راح توصل 90، انا توقعتها 89، اخلص الموسم 89، ما ادري اذا زادت مع واحده شيء اسطوري. هسه مباراه الاياب، بعضكم اللي يشوف طاقات اللاعب، هذه الطاقات يا شباب، وعي هجومي 88، انهاء هجمه 90، سرعه 94، تسارع 90، حلو. حتى تصويبتي صايره جيده، القوه في الركل عندي 89 جيد، الركل من الثبات عندي ضعيف ضعيف ضعيف. ليش بهالشكل ضعيف؟ انا بلنتيات راح تكون اعتقد ضعيفه، ضربات الحره اعتقد ضعيفه يا شباب. يلا فيراتي، هي مصطفى التصوير. لا 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 لا، صاروخ قنبلة يا حبيبي. دائما من اخرج من منطقة الجزاء يكون تأثيري قوي. شوف 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 تهيئتي، كاردي بوم او فيراتي. هلا 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 هلا، روح يا سلام، انطي الايكاردي يا ولد يا ولد، خلص عليهم خلص عليهم، خلص 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 خلص. شنو هذا شنو هذا يا ليل، جابكم هنا، شو وصلكم هنا، من قال لكم وصلوا اصلا؟ شنو هذا يا ولد؟ هي اللعب سهل يا شباب، اللعب سهل واحنا اللي مصعبين. والله 3-0 بالشوط الاول على ليل. شنو الجيسر يا شباب؟ شباب 3-0 4-0 3 الي، يعني هاتريك. انهيار ليل رسميا، هل احنا انفجرنا او الفريق؟ بس هو طاقات الفريق شفتوها بالسبعينات والستينات، فصعب صعب ينافس. ما اعرف كيف ليل وصل لهذه المرحله يا شباب. مرر لي، انطيني الكرة يا كاردي. يلا مصطفى السوبر هاتريك. لا 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 لا، خلي كاردي يسجل. يلا يا كاردي سجل يا حبيبي سجل، تستاهل. خلاص صفرت الحكم، 5-0 بالإياب، 3-0 بالذهاب، 8-0 مجموع المباراتين. انتقمنا من عندهم يا شباب شر انتقام، لأنهم سيطروا على الدوري. شنو هاي النتيجة؟ أوب، سيتي فازوا على بنفيكا، النهائي أسطوري. راح نواجه جوارديولا بالمباراة النهائية. 38 هدف، 18 أسيست عندي هذا الموسم من يوم ما بديت ألعب، كن أسطورة. هذا أكثر موسم يكون عندي بي أسيست يا شباب. اللاعب متألق بشكل رهيب بالاسس، صناعه الاهداف. ما بقى شيء واكتسب مهاره الرئيس، وايضا مركز خط وسط المهاجم، خلف المهاجم، هذا المركز خرافي. فزنا 1-0 ليل فازوا، ليون فازوا، خلاص ليون توجوا بلقب الدوري، احنا بالمركز الثالث للاسف. اسعد مباراه كاس، نهائي كاس ضد ليل ايضا يا حبيبي. اتوقع هذه المباراه اصعب من مباراه الابطال، ليل محليا قوي. شوفوا طاقاتهم يا شباب، سبعينات، ها كلها سبعينات يعني تقريبا، الا حارس المرمى قول لاعب بيهم. الله 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 الله، يلا لا 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 لا، روح 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 روح، يا سلام يا سلام يا سلام. يلا هي يا ولد يا ولد، قوة هجومية مو طبيعية عند البي اس جي. بس يا شباب لازم نستغل هذا الشيء بكل المباريات، مو بس مباراتنا ضد ليل. هي 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 هي، نيمار مصطفى يا ولد، مفروض امرر، ليش ما مررت يا اناني يا مصطفى؟ الله خلص 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 يا دراكسلر. بالصراحة تمريرة نيمار، شو 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 يا ولد يا نيمار، يا سلام يا سلام. اخيرا اول بطولة الي رسمية يا شباب، وانا امتخذت بطولة ودية. المهم هذه هي اول بطولة الي رسميا كاس فرنسا، اذا ثاني بطولة تكون لقب دوري ابطال اوروبا فالشي هذا رهيب. عمري 20 سنة فقط، لاعب بعد صغير. دراكسلر افضل لاعب بالمباراة النهائية. هسه مباراة ميتس، المباراة النهائية بالدوري. وسكيب، اكتسبت مهارة الرأس، الضربات الرأسية ساتفوق بها انا، خلينا نشوف كم مهارة عندنا. مرونة والخفة، مهارة الرأس، تسديد من بعيد، ركلة مشط امامي، انهاء بهلواني، والقياده، 6 مهارات امتلكها يا شباب. اريد ادرب لاعب على التسديد من الثبات، موجوده؟ شوف هاي التحكم، تسديد على حارس المرمى، لهذا ما سجلت الهدف، لازم ادرب اللاعب على هذه المهاره. تسديد من الثبات يا شباب ماكو، بس راح ادرب اللاعب على تسديده منحنيه من الخارج، واعتقد هاي يكون تاثيرها بالضربات الحره، تاثير الار 2. 200 يوم نكتسب المهاره، بس نقدر احنا نقلل، مثلا ناخذ من قوه التحمل ونزيد هنا، صار 143 يوم. نتخطى المباراه الاخيره بالدوري، فزنا 3-1 على ميدز، هذا التصنيف النهائي للدوري. احنا للاسف أوب، مفاجأة كبرى لي، ليأخذون الدوري الفرنسي يا شباب على حساب أولمبيك ليون. إذا شوف نتيجة آخر جولة اللي قلبت هذه الموازين، يستاهلون والله، يستاهلون، ما يستاهلون يطلعون بموسم صفري، يستاهلون الدوري. فريق الموسم بالدوري أنا وإيكاردي بس من باريس سان جيرمان. بالجولة الأخيرة ليل فايزين على نيمس، وسانت تيان فايزين على ليون، ولهذا ليون خسرت الدوري، ليل أخذوا اللقب ويستاهلون ليل. أدري تبدون تشوفون باقي الدوريات، تمام يا شباب. تصنيف الدوري الإنجليزي، ليفربول بالصدارة، السيتي مركز ثاني وانتهت
الدوري الانجليزي بهذا الشكل، البطل الليفر والسيتي هسه عند النهائي ويانا، اكيد ما يريد يخسر، راح يلعب بكل قوه. اتلتيكو مدريد يا حبيبي 98 نقطه انفجار الاتلتي، وايضا بالجوله الاخيره برشلونه ماخذ الوصيف. الدوري الايطالي ما اعتقد يعني اليوفي يخسر الدوري، اكيد يوفنتوس. انا هداف الابطال ب 14 هدف، بس كتبوا لي بالتعليقات، اعتقد هو كريستيانو رونالدو اكثر من سجل بدوري ابطال اوروبا بنسخه واحده. كم هدف سجل بنسخه واحده حتى يكون هدفنا بالموسم القادم نحقق هذا الشيء؟ هذه تشكيلتنا وهذه تشكيلة مانشستر سيتي، أول نهائي دوري الأبطال إلي، ثاني نهائي لباريس سان جيرمان. الأمور صعبة علينا. تاد لويس الثاني، المباراة وين؟ المباراة في فرنسا أعتقد، مو تاد لويس فرنسا، أعتقد بفرنسا. مباراة صعبة، ما ندري والله هل راح ناخذها ولا هل يكون أول لقب إلي. شباب ممكن ما نوصل بعد، ممكن ألعب بعد 5 مواسم ما أوصل نهائي الأبطال، فلازم أستغل هذا الشيء وأسجل بهذه المباراة. هو ملعب موناكو صح، تاد لويس هو ملعب نادي موناكو، يعني المباراة في فرنسا، المباراة أرضنا، تعتبر إنه يلا يا مصطفى لازم تستغل هذا الشيء وتحقق أول ألقابك بدوري أبطال أوروبا. صافرة البداية مباشرة، روح سجل سجل سجل، هذا أسست بالنهائي يا حبيبي، 1-0 عن طريق دراكسلر، وأنا أنهيتها بأسست يا حب يا سلام. نيمار جاي تسوي يا نيمار، أوه يا ولد رحيم الله يا ولد، يا الدفاع يا سلام. يلا يا شباب الهدف الثاني، خلينا نقتلهم. هي هي مصطفى اضرب، اه حلوة 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 يا ولد يا ولد يا الله، لازم اتقدم بعد شوي. يلا صوب، روح دراكسلر يلا. هي 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 مصطفى 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 مصطفى، ضيعت كثير، راح اندم. وين خطأ شباب وين؟ اوكي على خط خارج منطقة الجزاء، اعتقد راح ينطوها نيمار بالفعل. يلا نيمو خلص يا نيمار، خلص يا نيمار نيمار نيمار، با 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 با، جول نهائي ان يا شباب النهائي ان. شوف 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 يا ولد يا ولد يا ولد، لعيب حلوة. نيمار نيمار خلص عليهم النيمو، خلاص رسميا باريس سان جيرمان بطل لدوري ابطال اوروبا. هذا ثاني نهائي للبي اس جي، اما السيتي فهذا اول نهائي. اعتقد الخبره لعبت دور، وايضا الجيل القوي لعد البي اس جي، وخاصه بالوجود مصطفى والنيمو. مصطفى اوه عرقله، فاول الحكم. اوكي راح يصوب نيمار، الله نيمار اخذ كل اداء بكل المباريات يا شباب. المباراه النهائيه اخذ الاضواء كلها نيمو، هاتريك لنيمار بالمباراه النهائيه. خلاص نيمار والله نيمار اخذها على الحاضر، واعتقد راح ياخذ الكره الذهبيه نيمار. للاسف يا شباب حتى ما قدرت اسجل بهذه المباراه. خلاص باريس سان جيرمان بطل لدوري ابطال اوروبا. مين تتوقعون ياخذ افضل لاعب في العالم والكره الذهبيه؟ اتوقع راح تروح من نصيب نيمار رسميا. لوريس هو حارس البي اس جي الاساسي، لوريس من بعد سنين مع توتنهام نهايه عمره يروح ينتقل للبي اس جي وياخذ معاهم دوري ابطال اوروبا، وش هذا السيناريو يا حبيبي؟ نيمار افضل لاعب بالمباراه النهائيه. 4-0 جلدنا مانشستر سيتي، اوه طاقتي 91 رسميا، خلصت الموسم 39 هدف 19 اسيست 53 مباراه، ارقام خرافيه. حياتي يا شباب 150 مشاركة 86 هدف 37 اسيست، تعتقد ارقام اسطورية، وهذا الموسم خرافي. النصف الاول من الموسم كنا نعاني كثير، هذا كله الارقام بالنصف الثاني من الموسم. ساعدنا مباريات سكيب بالمنتخب، احنا سنة 2023 خسرنا ضد الاوروغواي، عادلنا مع البرتغال، عندي 11 هدف واسيست مع المنتخب. اوكي شائعات شائعات يا شباب انه اكو عرض راح يجي لي من يوفنتوس، يقول رديت انا سمعت شائعة انه هناك عرض لي، هذا امر يسعدني لو كان حقيقيا. اوب انا هتشحشيت، ماخذ دوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان. اوكي يا شباب اذا جاري عرض اطلع، اكيد اكيد اليوفي افضل من باريس سان جيرمان. اكتسبت مركز او نقدر نلعب مركز لاعب خط وسط المهاجم، خلاص 95 يوم ان شاء الله ونكتسب مهاره تسديده من حنيه من الخارج. احنا متصدرين الترتيب العام للانديه العالميه. عرض من بيرلو رسميا يا شباب، 23 مليون راتب حسنة 2025، هذا شنو؟ هل اترك لكم هذا الشيء ولا لا يا شباب؟ لازم نختم الحلقة، ان شاء الله الحلقة القادمة راح تكون الرد على هذا العرض، هل نوافق او لا؟ عرض رسمي من اندريه بيرلو، تواصل ويانا ويريدنا وياه باليوفي. انا توقعت برشلونة راح
تنطيني تجيني بعارض لان سحقنا برشلونه بدوري الابطال، بس يظهر برشلونه بعدها بادارتها يا شباب التعبانه. المهم الحلقه القادمه ان شاء الله راح نقرر مصيرنا، هل ننتقل ليوفنتوس او لا. قلت لكم على العروض اللي تجيني والعرض يجاني من اليوفي، وخلي نشوف تشكيله اليوفي. رونالدو بعده موجود، انا وين راح العب؟ راح العب قلب هجوم، معناته اوباميانغ ويا لا يوفي يوفي يا يوفي شنو يعني وين؟ اوباميانغ 34 معناته انا اساسي يا شباب. دوغلاس كوستا، ديبالا، هيغوين، سلامات، هيغوين موجود ويردوني انا بعد. انتم تقررون يا شباب، بس احتمال اروح، احتمال كبير يعني. يوفنتوس هل راح اكون اساسي؟ اي راح اكون اساسي، مستحيل يفضل علي حتى كريستيانو رونالدو لان عمري صغير 20 سنه، واللاعب اقوى من كريستيانو رونالدو بكثير بهذا العمر، بدون كبير بالعمر. شغله ثانيه، ممكن نتدرب على مركز ثاني اذا احتاجنا، بس ما اتوقع راح اتدرب على مركز ثاني. اريد قلب الهجوم، وخلي الدون يلعب ممكن جناح يسار، ممكن اوباميانغ جناح يسار، ما يهمني، هم بيناتهم على المراكز يتفاهمون. برناندسكي المفروض ديبالا ينزل مكانه، مو مشكله. بس يا شباب طبعا الناس تشاهدكم نهايه المقطع، تقطع الاشتراك في القناه وفعل زر التنبيهات، شكرا مشاهده حد هذه اللحظه. طبعا ان شاء الله بالحلقه القادمه اما ننتقل او نبقى بباريس سان جيرمان، بس اذا بقينا باريس سان جيرمان يعني من اجل لقب الدوري، فاما نروح لليوفي من اجل تحقيق لهم لقب دوري ابطال اوروبا. فانطيني رايك بخانه التعليقات، ما اطلب الانتقال لاي نادي، بي اس جي او اليوفي، انت اختار يا صديقي، في امان الله.